صباح النور، اهلا وسهلا بكم في فلاش سبور. الترجي الرياضي التونسي كما اليوم تحذيرات المباراة الدور النهائي لكاس ربيط الابطال الافريقيه لكره القدم ضد الاهلي المصري غدوه حدث. طبعا بالنسبه للكره التونسيه مباراه انطلاقا من 6 متاع العشيه بوقت تونس في استاد القاهره الدولي. وخبر صار يجينا من مصر وين الامور التنظيميه تسير نحو السماح بدخول كل الجماهير الترجيه الموجوده في القاهره واللي تنقلت باعداد كبيره وغفيره جدا، حكينا عليها تقريبا في مواعيدنا الرياضية السابقة. تقريبا العدد يوصل 8000 أو يتجاوز بشوية، واليوم في القايلة الموعد مع الندوات الصحفية للأهلي والترجي في انتظار طبعا الإعلان الرسمي على العدد النهائي لجماهير الترجي الرياضي التونسي. من جهة أخرى رسميا مخرج المباراة برتغالي بعد قبول طلب الترجي باعتماد مخرج تلفزي محايد وليس مصري. اليوم أيضا أول وآخر حصة تدريبية على الملعب الرئيسي لاستاد القاهرة. ومن أخبار البعثة خليل شمام اللاعب الدولي السابق للترجي الرياضي التونسي كان موجود في مقر إقامة الترجي، هو كان تحول أيضا مع وفد الترجي المصر، والبارح حضر الحصة التدريبية الأولى اللي كانت على ميدان ملعب الدفاع الجوي في القاهرة. حصة تدريبية متاع اليوم يتحدد فيها بشكل نهائي التشكيلة الأساسية واختيارات المدرب ميغيل كاردوزو، لكن كما أكدنا البارح وبنسبة كبيرة جدا محمد أمين بن حميدة لن يشارك في المباراة بسبب الإصابة، والمعوض باش يكون محمد بن علي من ظهير أيمن لظهير أيسر مقابل انتقال أو بقى رائد بوشنيبة على الجهة اليمنى لدفاع الترجي الرياضي التونسي. كما قلت هذه الاختيارات المنتظرة في تشكيلة الترجي، إذا إن شاء الله زينة للترجي الرياضي التونسي ممثل كرة القدم التونسية في أمجد الكؤوس الإفريقية. نواصل مع أخبار كرة القدم. من أخبار الترجي الرياضي التونسي نمشيو لبطولة رابطة المحترفة الأولى لكرة القدم، تلعبت البارح مباريات الدفعة الثانية من جولة 11 لمرحلة تفادي النزول، وزوز مقابلات. المباراة الأولى نحكيو عليها في ملعب 15 أكتوبر في بنزرت، النادي الرياضي بنزرتي تعادل مع قوافل قفصة في مقابلة مشوقة ومثيرة 2-2. الطيب بن زيتون افتتح النتيجة للسيابي دقيقة 9، عدل النيجيري جوتس باور دقيقة 44 للقوافل، دقيقة 61 أشرف الفرشيشي للنادي الرياضي بنزرتي أضاف الهدف الثاني، و90 زائد 3 لعب الخبرة في تشكيلة القوافل أميرة العمراني يسجل هدف التعادل ويهدي نقطة ثمينة جدا للقوافل في الترتيب. ومباراة عرفت إقصاء عبدو سايدي من جانب السيابي دقيقة 88. فوز نجم المتلوي أيضا البارح على الأولمبي البيجي 2-1، مباراة أيضا لا تقل إثارة على مباراة بنزرت. نحكيو على هدف أول من هيثم المحمدي دقيقة 17، ثم الكونغولي مولا شانس سجل للمتلوي أيضا وذلل الفارق ربيع الحمري للأولمبي البيجي دقيقة 65. زوز ضربات جزاء ضايعة، الأولى من حمزة لطيفي لنجم المتلوي دقيقة 65، والثانية في المباراة كانت من جانب الأولمبي البيجي عن طريق بشير المقدم. وقته ضاعت ضربة الجزاء، ضاعت في الدقيقة 90 زائد 8، مع الإشارة أنه فما ورقة حمراء في المقابلة من جانب صاحب الهدف الأول هيثم المحمدي في فريق نجم المتلوي دقيقة 69. نذكر بنتائج الدفعة الأولى. نهار الأربعاء مستقبل سليمان انتصر على مستقبل مرسى هدف مقابل صفر، انتصار اتحاد تطاوين على اتحاد رياضي ببن قردان بنتيجة 2-1. الترتيب بعد انقضاء الجولة هذه، المركز الأول نادي رياضي بنزرتي 23 نقطة، المرتبة الثانية الأولمبي البيجي والاتحاد الرياضي بتطاوين 21 نقطة، المركز الرابع لنجم المتلوي 18 نقطة، المركز الخامس قوافل قفصة ب 17 نقطة، المرتبة السادسة اتحاد بن قردان 16 نقطة، المركز السابع مستقبل مرسى 12 نقطة، أيضا المرتبة الأخيرة بنفس النقاط مستقبل سليمان ب 12 نقطة. بالنسبة للمجموعة أو للجولة الخامسة إياب لمجموعة تفادي النزول، مباريات الكل تتلعب نهار الأحد 26 ماي يعني بعد غدوة مع 3:30. بالنسبة لتعيينات الحكام والبرنامج، مستقبل مرسى مع الأولمبي البيجي تحكيم لعامر شوشان، مستقبل سليمان نادي رياضي بنزرتي التحكيم للصادق السلمي، حسام بولعراس لإدارة مباراة القوافل واتحاد تطاوين، بالنسبة لمباراة اتحاد بن قردان نجم متلوي الحكم خالد قويدر. في
مجموعة التتويج في البطولة، الاتحاد الرياضي المنستيري متمسك بعدم خوض لقاء ضد النادي الرافي الصفاقسي، والهيئة المديرة بعثت البارح بمراسلة رسمية لوزارة الشباب والرياضة طالبت فيها بتمكينها من أبسط حقوقها على قدم المساواة مع باقي الأندية لضمان نزاهة المنافسة في ظل عدم تفاعل الجامعة التونسية لكرة القدم مع مطلب الاتحاد المنستيري حسب ما جاء طبعا في البلاغ الرسمي الصادر على الهيئة المديرة للاتحاد. نذكر بالقصة، الاتحاد الرياضي المنستيري يرفض قطعيا خوض اللقاء ضد نادي الرياضي الصفاقسي، ويشترط أولا النظر في مطلب الاستئناف اللي تقدم به الفريق ضد قرار معاقبته من طرف الرابطة بزوز مباريات دون حضور جمهور. الجامعة نذكر وديما نعطي المعلومة أنه انتهت مهامها بصفة رسمية منذ يوم الاثنين الماضي، وبالتالي كل اللجان المركزية صلب الجامعة التونسية لكرة القدم لا تصدر أي قرارات بما فيها لجنة الاستئناف. إذن المباراة مبدئيا نقوله يوم الأحد 5:30 متاع العشية في ملعب مصطفى بن جنات في المنستير، الاتحاد الرياضي المنستيري نادي الرياضي الصفاقسي. التحكيم لفرج عبداللاوي، بالنسبة لحكم الفار الحكم هو نعيم حسني. غدوة افتتاح الجولة من خلال مواجهة النجم الرياضي الساحلي والملعب التونسي، تحكيم لأحمد الذوادي وحكم الفار أيمن النصري، واختتام الجولة يوم 2 جوان ديربي العاصمة بين النادي الإفريقي والترجي الرياضي التونسي. إلى الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم وتعيينات حكام البطولة، الجولة 10 إياب. غدوة البداية بالدفعة الأولى في المجموعة الثانية، مستقبل الرجيش ترجي جرجيس، عبد الرحمن بدر الدين، سبورتينج المكنين أمل جربة، التحكيم لوليد العوني، محيط قرقنة نصر جلمة، حمزة جعيد حكم المباراة، الملعب الجابسي هلال الشابة إيهاب الكيلاني، أمل الرقبة ضد فريق مكارم المهدية نبيل الهمادي، و نادي أولمبيك مدنين مستقبل جابس الحكم بديس بن صالح، وبالنسبة لأولمبيك سيدي بوزيد معفى من المجموعة هذه. بالنسبة لبقية المباريات في المجموعة الأولى، يوم الأحد 26 ماي، جمعية تريانة سبورتينج بن عروس أشرف الحركاتي، نادي حمام لمف هلال مساكن الحكم سفيان الورتاني، أمل حمام سوسة شبيبة العمران التحكيم لهيثم الترابلسي، القلعة الرياضية مستقبل وادي الليل جلال السحباني، جندوبة الرياضية شبيبة القيروان باسم بالعيد، ومرجان تبرقة يواجه فريق النادي القربي الحكم حسين بالحاج علي، والنجم الرياضي الراتسي معفى من الجولة هذه. سيف الدين الجزيري هدف مع زمالك البارح ضد فيوتشر، هدف مقابل هدف في الدوري المصري، هدف جاز كان تسجل دقيقة 34 وافتتح به النتيجة. حصيلة ميداليات المشاركة التونسية بعد نهاية منافسات اليوم السابع لبطولة العالم لألعاب القوى لذوي الإعاقة المقامة بمدينة كوبي اليابانية، إلى حد الآن تونس في المركز الثامن برصيد 15 ميدالية، 3 ذهب 5 فضة و7 برونز. في كرة اليد، مكتب الرابطة الوطنية يعقد اليوم اجتماع مع مضي ساعتين ونص للنظر في أحداث مباراة الدور النهائي ذهاب للبطولة بين النادي الإفريقي والترجي الرياضي التونسي. للتذكير، اللقاء توقف قبل 48 ثانية من نهاية على نتيجة تقدم الترجي 34-25 بسبب إلقاء مقذوفات من جماهير الإفريقي. في كرة السلة، نتائج الجولة الرابعة لمرحلة السوبر بلاي أوت، تلعبت البارح المقابلات. نجم حلق الواد ينتصر على الزهرة الرياضية 92-52، اتحاد الأنصار انتصر على الدالية 55-54، وانتصار النجم الرياضي الساحلي على شبيبة المنازه 87-73. ونواصل مع الباسكت، المدرب التونسي حاتم مملوك يحقق اللقب الثالث ليه هذا الموسم مع نادي العربي القطري، عندما توج ليلة أمس بلقب كأس الأمير بعد الانتصار في الدورة النهائي على السد 88-77، ثلاثية تاريخية لحاتم مملوك ومساعده سليم الراجحي بعد تتويجهم بلقب الدوري والكأس في قطر. وأنهي بالتنس، دورة رولان جاروس المفتوحة الفرنسية البارح كان الموعد مع سحب قرعة الجدول الرئيسي لمسابقة السيدات. أنس جابر تبدأ اليوم أو تبدأ أول مباراة عفوا يوم الأحد ضد الأمريكية زيكيري أو فيكيري، مصنفة 124 عالميا، انطلاقا من 10 متاع الصباح بتوقيت تونس. نهاية هذا الموعد الرياضي، إن شاء الله نهاركم مبروك. أجمل تحيات مهدي عبيد.